كيف يمكن قراءة ما قاله تحديدا حول إرسال انتحاريين، تهديد أم استباق لما يمكن أن تفعله ميليشيات أسد؟ مساء الخير قصي، إلى كل المشاهدين. الحقيقة يبدو حسين مرتضى مرتكز على بعض الأوامر اللي صدرت لجماعات موجودين في شرق السويداء من أجل التحرك. اليوم حسب طبعا ما أجانا المصدر من السويداء، من ثوار السويداء، بأن ركان الخضير بعث مجموعة من الأفراد من أجل الدخول في المظاهرات للتظاهر مع أهل السويداء تحت شعار التظاهر. وهنا شباب السويداء، وأعود وأؤكد بأن المصدر هم من ثوار السويداء على الأرض، أعادوا هؤلاء الشباب ومنعوهم من الدخول إلى السويداء. يعني حسين مرتضى عارف تماما بأنه هذا التخطيط هو تخطيط النظام، يريد استباق أي عملية بأنه يا جماعة النظام بريء، أي شيء بيحدث في السويداء النظام بريء، هنالك الأمريكان، هنالك بعض الجماعات التي تحاول تحريك طبعا الخلايا. وهنا أنا أعطيك هنا مثال واضح جدا بأنه تم الإعاز إلى من المخابرات السورية إلى بعض العناصر للدخول في السويداء، ولكن أعتقد ويعني أظن جازما بأن شباب السويداء على قدر عالي من الوعي، وكما أسفت سابقا بخصوص مجموعات ركان الخضير. ابقى معي لو سمحت نورس، أنتقل إلى عمان. أستاذ زياد، هل تعتقد أن النظام قادر فعلا على تنفيذ تهديد مماثل، بالذات وأننا كنا نسمع طوال أيام مضت بأنه عاجز تماما عن القيام بأي رد فعل عسكري أمني أو أمر مشابه؟ مساء الخير لكم داخل سادة المشاهدين. يعني بكل تأكيد النظام عاجز عن رد عسكري أو رد أمني، لكنه ليس عاجز عن الغدر والخيانة التي اعتدناها منه. يعني لا ننسى أن النظام قام سابقا بنقل الدواعش إلى شرق السويداء تمهيدا لأي مواجهات، وفعلا أعطاهم أوامر سابقا هو والإيرانيين للدخول إلى شرق السويداء. كل هذا الأمر عندما نتحدث به نعلم أن النظام عاجز عن التدخل العسكري، عاجز عن المواجهة الأمنية، لكنه بكل تأكيد ليس عاجز عن الخباثة، ليس عاجز عن تنفيذ أي عمليات متطرفة، خاصة في ظل وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية، يصبح هذا أمر واقع. ابقى معي لو سمحت أستاذ زياد. نورس، كنت عم تتحدث عن مدى وعي شباب ومتظاهري وشباب حراك السويداء لما يمكن أن يحدث، لكن من المعروف أن تنفيذ أعمال من هذا النوع بالذات لدى ميليشيات أسد هي يعني لوجستيا على الأقل أمر سهل بالنسبة إليه، من الممكن فعلا أن لا قدر الله أن يتمكن من فعل أمر مماثل. هل هناك من سبل للحماية بالذات وأن كثير ربما من السوريين في مناطق مختلفة من البلاد يفكرون بالتوجه للسويداء للتظاهر فيها؟ صحيح، هو فعل سابقا قصي، فعل عدة مرات في السويداء، وكان أبرز طبعا كان ب 2015 عندما فجر الشيخ البلعوس، واستخدم أيضا سيارة مفخخة أمام المشفى الوطني وفجرها بالتتالي يعني بعد ذاك التفجير. يعني نحن نعول على وعي شباب السويداء بالرصد الصحيح، بالمراقبة الصحيحة. هنالك العديد من الفصائل المحلية التي قلبها الآن مع الشارع، التي تحولت بمعظمها إلى مطالب السوريين، يجب عليها أن تنتبه جيدا إلى مداخل المحافظة، إلى مداخل المدينة، إلى أماكن المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. هذا مهم جدا، وهذا منوط بشباب الحراك في السويداء، يعني قدر الإمكان تدارك أي حدث قد يحدث وقد لا يحدث. يعني نحن لا نخوف الشارع، يعني عندما نتحدث هكذا لا نريد أن نزرع الخوف في أي أحد من أهالي السويداء، هي فقط لأخذ الحيطة والحذر. يعني حتى الآن أي محاولة للنظام هي مكشوفة، ولكن كما قلت هو يملك لوجستيات على الأرض، هو يستطيع تنفيذ هذا الأمر، ولكن نعول على وعي شباب السويداء. ونورس، يمكن إذا فيني أوصفه بهدوء حتى الآن، يعني ربما قد يشير إلى هذا التهديد، إلى تنفيذ هذا التهديد. الصمت المريب، نحن أمام خيارين، إما هنالك شيء ما يريد أن يفعله، وإما هنالك اتفاق من تحت الطاولة قرر مصير المنطقة الجنوبية ولا يريد التدخل، ويريد أيضا السويداء أن تخرج من عباءته على غرار إدلب ومناطق طبعا شرق الفرات. طب بنقول ذات السؤال لك أستاذ زياد، هذا الهدوء وما يمكن أن يفعله النظام مو بس في موضوع التهديد، إنما عموما، وربما لديك قراءة لما يحدث في السويداء.
النظام لا يستطيع أن يفعل شيء سوى الصمت فعلا، يعني ليس لديه خيارات وليس لديه أدوات. لم يعد النظام هو نظام عام 2011 عندما كان لديه آلاف المقاتلين وكان لديه آلاف المعتقلين، هذا كله انتهى الآن. النظام الآن عاجز، نعم عاجز، لا يريد المواجهة، يبحث أو ينتظر مواجهة داخلية، ينتظر عمليات تفكيك، ينتظر مواجهات بين المتظاهرين، لا يريد أن يتدخل ولا يستطيع أن يتدخل. لا ننسى أن روسيا وإيران لا يتركون للنظام خيارات يعمل بها، هم أصحاب القرار وربما لا يستطيع التحرك دون رأيهم. الآن النظام بالنسبة له الحفاظ على دمشق والحفاظ على الساحل، نشر القوات، نشر العوائنية، نشر العناصر، كل هذا يفعله خشية أن تخرج هذه المنطقتين لأنها قد تكون هي النقطة التي تقضي على النظام. أما السوداء وغير السوداء كل هذا بالنسبة للنظام يعتبر هذا الأمر الآن السكوت أفضل بالنسبة له، ويترك بعض الأبواق التشبيحية تهدد وتتحدث وتتوعد. طب استاذ زياد، انا بدي اسالك سؤال، بعرف انه قد لا تمتلك الاجابه عليه، لكن من وجهه نظرك في حال اقدم النظام على ذلك، هل سيحقق فائده في ايقاف الحراك؟ لم افهم السؤال. يعني في حال فعلا النظام نفذ تهديده باحداث امنيه من مستوى انتحاريين او غيرها في السويداء، هل هذا سيعني ان الحراك سيتوقف؟ لا، بكل تأكيد هذا التصعيد وهذا التصعيد سيكون النظام هو الخاسر الأكبر به، يعني لن يستطيع فعل ذلك. لا ننسى أن محافظة السويداء كمدينة وكقرى متماسكين تماما ولديهم معرفة بالجميع ويعرفون أدوات النظام إذا كانت متواجدة فعلا على الأرض من هي، لا يستطيع اختراقهم، لا يوجد الكثير لديه من الخيارات ليخترقهم. بالنهاية هو خياره الوحيد الدواعش الموجودين في البادية وميليشيات إيران وميليشيات حزب الله، وهذا بالتالي لا يشكل عامل تهديد مباشر، لأن أبناء السويداء يعرفون تماما من هؤلاء ومن أين سيأتون.